رغم التصريحات الحكومية المتتالية حول اتخاذ عدة إجراءات لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، وحديث رئيس الوزراء عن العين الحمراء في التعامل مع كل من يتلاعب أو يتجاوز على قوت المواطن، وأن الحكومة لن تسمح بالعبث بقوت المواطن، إلا أن الشكاوى تتزايد من قبل مواطنين بأن أسعار العديد من السلع الأساسية لا تزال تشهد ارتفاعات متتالية مع دخول شهر رمضان. الزيوت والدواجن والسكر والأرز والحليب المجفف وأنواع من المعلبات وأصناف من الخضار الأساسية مثل البندورة والبطاطا والباذنجان أبرز السلع الأساسية التي طالها ارتفاع ملحوظ مؤخرا، ما يفاقم من أعباء المعيشة لدى المواطن الذي تراجعت قدرته الشرائية خلال السنوات الأخيرة بشكل واضح جراء تباطؤ الاقتصاد على مدى أكثر من 10 أعوام. وتفاقمت أزمة ارتفاع الأسعار واختناق سلاسل توريد السلع الغذائية الأساسية بشكل ملحوظ في الأسواق والبورصات العالمية منذ بداية جائحة كورونا، وتعمقت أكثر مع الأزمة الروسية الأوكرانية. وحول الخضار والفواكه التي شهدت أسعار كثير من أصنافها ارتفاعا ملحوظا، لا سيما البندورة والخيار والباذنجان وغيرها من المواد، رغم تصريحات وزارة الزراعة بأن المواطن سيلمس انخفاضا في الأسعار مع ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن أسعار هذه المواد لا تزال تراوح مكانها. وشهدت الأسواق ارتفاعا فلكيا لأسعار الزيوت النباتية بنسب تراوحت ما بين 20 إلى 38%، إضافة لنحو 50 سلعة أساسية وثبات أسعار 55 سلعة أخرى حسب دراسة لجمعية حماية المستهلك شملت 105 سلع خلال العام الماضي 2021 ومطلع العام الحالي. ويرى مراقبون أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه ملف الأمن الغذائي، وأن تضع حلولا فاعلة لارتفاع الأسعار بما في ذلك تنمية القطاع الزراعي والصناعي وإعادة النظر في ضريبة المبيعات وإعادة دور وزارة التموين لتتولى مسؤولية ضبط أسعار السلع الأساسية وعمليات استيرادها وتوزيعها في السوق المحلية وغير ذلك من الحلول التي من شأنها رفع القدرة الشرائية للمواطن وتخفيف الأعباء المعيشية الملقاة على عاتقه، بما سينعكس حكما على الحالة الاقتصادية الآخذة بالتراجع عاما بعد عام.